ما فيش فلوس. الزبون بنزين ما بنزيدش. الزبون ما بنزيدش. خلاص ما في زبون. ماشي. الزبون ينزل يقول لك السوق حرامية، الناس تسرقونا. الزبون كويس يجي عاوز يجي كويس. يلا خلص شغل. حاج علي اتفضل. السوق عامة اليومين دول الجو وحش قوي، الناس مش عايزة تنزل تخلص. الجو بالنسبة للشغل بتاعنا شغل كتير بس ما فيش حد يسحبه. طب يعني ايه الأسباب بقى يعني؟ الأسباب ما نعرفش الثورة هي اللي عاملة كده، الناس ما عادش معاها فلوس، ما عندناش عارفين ايه السبب بالظبط. المهم ان ما فيش حد قاعد بينزل خالص. يعني في فرق السنة دي عن السنة اللي فاتت مثلا ولا ايه؟ في فرق جامد السنة دي، يعني الضمانات عامة كلها تضر السنة دي. في خسائر، ناس كتير قفلت وناس كتير فلست وناس كتير ما عادش عارفه تشتغل وناس كتير ما عادش عارفه تمشي اساسا بسبب الموبيليا وبسبب السوق، لان ما فيش حد ياخد شغل. ده هناك خالص اللي بيمشي نفسه ده بيبقى من عند ربنا. الشارع زي ما انت فاهم يعني معروف في التجارة، شارع عبد الرحمن عامة معروف في التجارة ومعروف في يعتبر في البلدان كلها. أخبار السوق ايه دلوقتي؟ طبعا الجو طبعا مش كويس دلوقتي. طبعا أكيد في أسباب. طبعا من يوم الثورة يعتبر من يوم الثورة مثلا طبعا كل يوم بقى الحل متقلب. يعني السنة اللي فاتت كان ماشي على السنة دي ولا؟ طبعا كل شهر بقى. كمان اليومين دول عشان رمضان بقى في صوت قليل. طبعا في رمضان الناس بتحب تفطر مع فريتها وكده، فمحدش بيقول قليل يعني او بظروف الانسان مضطر لحاجه مثلا ينزل. لا بس انما طبعا التجار وكده صعب ينزلوا في رمضان. خالص يعني. طب يعني ايه الاسباب؟ مش عارفين في ايه. طب يعني الوقف ده من زمان ولا من زمان؟ من ايام الثوره. من زمان قوي يعني. يعني بقى لنا 3 سنين اهو مش عارفين الدنيا ماشيه لحد يعني. يعني الوضع ما تحسنش شويه بعد؟ لا هو تحسن من اسبوعين. بس الاسبوع ده بقى من اول رمضان كده الاسبوع يعني هياخد ودي. انت بقى اسف السوق كان متحرك وكان في شغل وكده، انما دلوقتي يعني الحمد لله الحمد لله ما فيش صاحب مصلحه، ما فيش صاحب مصلحه بيعرف يجيب اوبر يعني اوبر عمال. والله ما في ولا صاحب مصلحه حاليا في الوقت اللي احنا فيه يعرف يجيب اوبر عمال. اكيد في اسباب يعني. ما اعرفش، هو في ركود وغلو الخامه. يعني اقول لحضرتك غلو الخامه يعني على طول على طول على طول في الزياده دي بتخلي غلو الخامه في الايام دي على طول على طول على طول
يعني لابد لابد يكون في ركود. انما طول ما في استقرار بالنسبه للخامه وسعر الخامه بيبقى في حركه. يعني هقول لحضرتك على حاجه، مثلا انت عندي الاسبوع اللي فات والكرسي مثلا ب 50 جنيه، لو جت الاسبوع اللي بعده الكرسي ب 50 جنيه خلاص في راحه، في راحه نفسيه. انما يجي هقول له ايه الخامه زادت، الكرسي بقى ب 55، يقول لي لا مفيش بيع مفيش شراء. دي الموضوع. بالنسبة لدمياط يعتبر شارع دمياط شارع عبد الرحمن شارع حيوي، ومن الشوارع اللي هي بتعتبر من الشوارع اللي بتؤثر تأثير كبير قوي في الاقتصاد الدمياطي، لأن هي تعتبر شريان الحياة بالنسبة لجميع مصادر التصنيع الأساس وتسويقه على مستوى محافظات بالنسبة للسوق الداخلي. يعتبر شارع عبد الرحمن ترمومتر اللي بنعرف من خلاله اذا كان السوق شغال او السوق متوقف. فشارع عبد الرحمن بيعطينا الضوء اللي كنا نبدا نشتغل ونزود في الانتاج، او ان احنا بنتراجع ونبدا نوقف الانتاج ده. طبعا شهر رمضان بيبقى شهر مختلف شويه عن جميع الشهور لضيق الوقت في التصنيع وفي فتره التشغيل، وبتواجهنا بعض المصاعب زي انقطاع التيار الكهربي وعدم تواجد العاملين في فترات التشغيل اللي بينقطع فيها التيار الكهربي، وده بيقلل شويه بالنسبه للتصنيع والتسويق والتجاره، ده اللي بيوقف في حال دمياط شويه. اخبار الخامه ايه واخبار سعر الخامه؟ طبعا ارتفاع اسعار الخامات مؤثر فينا جامد جدا بصفه اساسيه، زي الخشب الزان والخشب الابيض والابلكاش، وده طبيعي بيأثر تبعا على سعر المنتج ككل، واسعار الخامات بتؤدي الى ركود الحال بالنسبه لنا هنا في دمياط. محمد بيه، ازيك يا باشا؟ يعني انت جبت ذكر البط وعزمتني عليه وقلت لك لا تشتغل نفسك؟ سيبك من الكلام ده، انا اعرف ان الراجل الجدع اللي بيحب صاحبه يوم جايب له ذكر بط كده ونضفه ومريشه وحشيف رخ وجايب وجاي. ايوه لو انفق تذكرة الطيران دي جبتها بمبرز معايا. هو في كساد، يعني الحاله اللي انا شايفها حاليا ان في كساد قدام. طب ايه السبب؟ هو يمكن عشان شهر رمضان دخل ومفيش فيه، هو من قبل كده يعني الركود يعني موجود، اللي هي حاله البلد السياسيه طبعا والوضع اللي احنا فيه في ركود. طب اخبار الخامات ايه؟ اخبار اسعار الخامات؟ هي ارتفاع، لان الخامات اللي موجوده عندنا بترتبط بالطلب، كل ما الدور بيرتفع كل ما الخامات بترتفع، لانها استيراد، الخشب بيجي استيراد ما هوش منتج محلي يعني، لا بيستورد بالدولار، فبتبقى القيمه مرتفعه.